ليه مش قادرة أحرك رجلي؟ للأسف ده بسبب الحادثة، بس احنا ما فقدناش الأمل، مع العلاج هتتحسن إن شاء الله. يعني أنا هقدر أتحرك ولا لأ؟ آه طبعاً إن شاء الله، بس ده برضو يعتمد على مدى استجابتك للعلاج. الحادثة كانت صعبة، الحمد لله إن ربنا نجاكي. بقالي قد إيه في الغيبوبة؟ ثلاث سنين. بخصوص الإدارة، كلموك إدارة المستشفى؟ مستشفى إيه؟ المستشفى اللي فيها فريد. ما هي فاق. هي ممكن تخرج بكرة لو حبت. الفحوصات ما شاء الله كلها سليمة، باستثناء طبعاً حالة الشلل اللي عندها نتيجة مشكلة في السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي. طب يعني هتقدر تمشي؟ والله لغاية دلوقتي ده احتمال ضعيف، إنما على المدى الطويل ممكن، خصوصاً بعد اختراع الشرايح اللي بتتوصل دايركت على المخ، جايز يبقى في أمل. لكن واضح يا أستاذ أكرم إن استجابتها للعلاج هتبقى ضعيفة، لأن اللي فهمته من حالتها إنها حاولت تنتحر قبل ما تدخل في الغيبوبة. أيوة يا دكتور، بس ده من ثلاث سنين. ده بالنسبة لنا إحنا، إنما بالنسبة لها هي قوانين الزمن وقفت عند الحادثة وآخر ذكرياتها عنها. جايز يكون الألم الجسماني راح، لكن الألم النفسي زي ما هو. أكيد طبعًا هتحتاج حد يقعد معاها. ما هو مش معقولة هتعرف تتأقلم مع كل اللي حصل لها ده وهي لوحدها. أنا الدكتور مأكد لي إنها محتاجة رعاية، بس أنا شايف إن في مشكلة تانية هتقعد فيه. أنا شايف إنها تقعد في مكان كويس بس يكون بعيد عن المنتجع. أنت عارف إن فريدة مش هترتاح لفكرة إنها تقعد في أي مكان غير شقتها. أنا عارف، بس أنت تضمني إنها تبقى مرتاحة؟ وإيه اللي هيتعبها؟ كل حاجة هتتعبها. حكاية إنها ما تملكش حق الإدارة ده هيتعبها، ولو استحملته مش هتستحمل جوازك من ليليان على فكرة. طيب بص، اتكلم انت معاها وشوف ايه اللي يريحها واعمله لها. لو حابه ممكن تروح تقعد مع كارما اختها في القاهره. انا شايف ان دي فكره كويسه. تمام، اتكلم كارما وظبط معاها. انا للاسف علاقتي مش كويسه بكارما بساعه اللي حصل مع ياسين. انا حتى لما جيت ابلغها سبت لها رساله ما كلمتهاش. معلش، صحيح نسيت اسالك، هو ياسين عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس.